عضو حزب الوفاء والإصلاح، نقف اليوم هنا أمام وحدة لاهب للتحقيقات تضامنا مع النائبين دكتور جمال زحالقة والأخت حنين زعبي، والدعوة كانت من لجنة المتابعة العليا إيمانا منا جميعا أن هذه ملاحقة سياسية، أن هذه مطاردة للعمل الوطني والمجتمعي. مهما كانت القضية لا تستحق أن يجند لها كل ما جند لها من أذرع الأمن الإسرائيلية، وبالتالي نحن هنا لندافع عن أنفسنا أولا، نتضامن مع أنفسنا أولا ثم مع الزملاء والإخوة في التجمع، لأننا نؤمن أن العمل السياسي، العمل المجتمعي والعمل الأهلي في الداخل الفلسطيني بات مستهدفا بلا تفريق بين أي حزب وآخر. طبعا هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الاعتقالات للنواب من التجمع وأعضاء التجمع، هذه الملاحقة السياسية التي صدرت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهؤلاء النواب العرب طبعا جاءوا لخدمة المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني. اليوم طبعا هذه الوقفة جاءت لكي تقول للشرطة أنتم تجمعون 3000 شرطي للملاحقة السياسية، بينما حالات القتل في الوسط العربي لا تعطوا أي محققين على أساس وصول لنتائج حالات القتل، ولا ترصدون لهذه الجريمة التي تجتث يومياً الوسط العربي. حتى 30 شرطي لم تعطوا للوسط العربي للتحقيق في هذه الجنايات وفي هذا القتل والعنف المستشري في الوسط العربي.